طبعا الزيت ده مش نفس اللي في العلبة، ولكن انا حطيته في العلبة عشان ايه؟ ما اقولش اسم الشركة، انت كده كده هتعرف اسم الشركة من اللون. اللون ده عمره في الموتوسيكل يوم واحد ما مشاش اكتر من 150-200 كيلو، ومع ذلك شوف عامل ازاي. الموتوسيكل واقف بقاله دلوقتي اكتر من ساعة، ساعة ونص، ساعتين عندي، يعني الزيت بارد، ومع ذلك مية مية بمعنى الكلمة، مفيش لزوجة في الزيت نهائي. ودايما بنحذر من النوع ده بالذات، وبل مش انا الواحد اللي بحذر، ناس كتير جدا جدا اشتكت من النوعية ديت وقالت سبب سخونة واصوات في المطور وخشونة في المطور لما استخدمناه، ورجعوا تخلوا عنه وغيروه. فنصيحة لله، اهتم بلزوجة الزيت ونوعه كويس جدا، لان هو ده المطور بتاعك، الزيت هو المحرك. ابعد عن الشركة دي خصوصا، الشركة ديت بتطلع منتجين، قلت لك ابعد عنهم طول عمري بقول كده، ابعد عن دي ودي، الاتنين شركة واحدة. اتفرج يا سيدي.